منتصف الليل يمكن الساعة واحدة واحدة ونص. كان في قصف بعيد في المنطقة الغربية وبعدين أجي في المنطقة القبلية وصار القصف. إحنا نزلنا أولادنا لتحت من الطوابق العليا إلى الطوابق السفلى واحتمينا وصرنا نيجي نحاول نبعد عن مناطق اللي هي الأطراف عشان ما نتأثرش لو صار في قصف. وفجأة شفنا لهب لهب هنا في هذه المنطقة ضربوا صاروخين. اللهب كان ارتفاع يمكن 30 متر. وين ضرب فوق؟ هاي منطقة وين التراكتور الثاني منطقة عند مدخل الشرعية على قونة هذا المنزل في الجهتين. طبعا تأثرت هذه المنطقة كلها. البيت هذا كامل وأصيب فيه بنات ثنتين أصيبن. تم نقلهم اليوم واحدة منهم حولوها على مصر إصابتها بليغة والثانية يعني إصابتها متوسطة. البيت هذا كان مستضيف نسيبه أبو مراته بعياله هاربين من منطقة البورة. كان جاي بي معه 30 نفر بأولاده وهذا البيت فيه بيجي 30 نفر برضو بأولاده كلهم اصابوا. في 2 في الانعاش منهم ونسيبه مكسور رجله مكسور كسر كامل في الفقرتين من تحت في الساق. واصيبوا الحاجة الكبيرة عنده زوجته حتى ضريرة أصيبت وعاجز عن المشي كمان لأن وزنها ثقيل كان حوالي 150 كيلو. أصيب له أولاد 2 وأصيبوا هلاك إصابات بسيطة. العدد بقدرش أحدد لك تحديدا لكن كل بيت أجاء قد اللي فيه مرتين يعني سكان منطقة البورة من آل نصير كلهم أجوها. كل آل نصير اللي في منطقة البورة أجوها. طيب حاج السؤال فضل. هل قبل ما يتم القصف بالطريقة هذه كان في مثلا تحذير كان في اتصال؟ مش صحيح ولا في أي اتصال ولا في أي حاجة ولا حتى صاروخ تحذيري ولا صاروخ تحذيري ولا شيء. فجأة ما شفنا إلا القبض فيه بدليل إن كنا كلنا في الدور. لو في صاروخ تحذيري كان على الأقل خرجنا من بيوتنا أو في اتصال كان بلغنا كل الجيران لكن ما فيش أي صاروخ لا تحذيري ولا اتصال هاتفي في هذه المنطقة. زي ما انتم شايفينه باب الدار والبيوت طبعا شبابيك والأبواب كله ايش كسرت والسطح عندي في ورشة فوق كمان هالت. الله يعوضكم خير ان شاء الله. احنا الحمد لله ان طلعنا سالمين الحمد لله اهم حاجة. لكن همجية اللي بيقومها الإرهاب اللي بيستخدم ضد الأهالي هذا إفلاس دولة. صحيح إفلاس دولة إسرائيل ما قدرش للمقاومة بيش تضرب الأهالي لأن الأهالي هم الحاضنين للمقاومة والأهالي حيظلوا حاضنين للمقاومة ليوم الدين لما تتحرر بلدنا. الله يحييك.